مشاهدينا مرحبا بكم في موسم جديد من برنامجكم الرياضي السيفي الهاتريك على قناتكم ريمال تي في. في هذا الموسم غنستهلوا الحلقه ديالنا بالحديث على فريق كيتعتبر من اعرق الانديه السوسيه واللي هو الاتحاد الرياضي امال تيزنيت يوسات. واش خبارك باللي في مباراة السد في موسم 68-69 وبالضبط كونتر فريق ورزازات لعب فريق أمال تيزنيت بلا الحارس ديالو الرسمي، حيث الحارس حسين سارة مرض في عشية اللقاء، وهنا طلب عميد الفريق حسين تيوادي من اللاعب الملالي باش يلعب في هذا المركز، وبالفعل لعب الملالي المباراة بشكل كبير وما تسجل عليه غير هدف واحد. واش كنتي عارف بلي الهداف التاريخي لفريق أمال تيزنيت هو الحاج حمد سليم والشهير بلقب الملالي واللي كيتعتبر من المساهمين في صعود أمال تيزنيت للقسم الثاني بعد عقود في القسم الثالث؟ واش كنتي عارف بلي اللاعب لامبا أو محمد بنجيمي هو أول لاعب تيزنيت اللي احترف كرة القدم خارج المدينة وذلك بعد الانتقال ديالو لأولمبيك تشيرا سنة 1966؟ واش خبرك بلي فريق أمال تيزنيت كيتعتبر من بين الفرق القليله اللي تخلى عليها المكتب المسير الخاص بالفريق كيف ما انسحبوا بعض اللاعبين الاساسيين حيت ما توصلوش بالمستحقات الماليه ديالهم وهذا الشيء وقع في سنه 1989؟ واش كنتي عارف بلي افضل مدافع داز فريق أمال تيزنيت واللي بقى في ذاكره الجمهور التيزنيتي هو المدافع حمو سرحان واللي كان عميد الفريق لسنوات واللي كيتعتبر من اقل اللاعبين اللي حصلوا على الانذارات؟ اللاعب اللي ساهم بشكل كبير في بقاء الفريق التيزنيتي في القسم الوطني الثاني بين 1975 و1988. واش في خبرك بلي اللاعب احمد المراح هو صاحب هدف الانتصار والصعود للقسم الوطني الاول للهواة سنه 2008 للمره الثانيه في تاريخ الفريق التيزنيتي وبالضبط في مباراه ضد مولوديه مراكش؟ واش خبرك بلي فريق اليوسات حقق الصعود للقسم الاول للهواة للمره الاولى في تاريخه في عهد محمد مستعين سنه 1975 والمره الثانيه بقياده المدرب علي ادوفقير سنه 2008 والمرة الثالثة رفقة مدرب حسن وشريف سنة 2021 المدرب يقدر يوسات أنه يحقق مع الصعود القسم الممتاز هذه السنة؟ مشاهدينا بهذه المعلومة كنكون وصلنا لنهاية حلقتنا من برنامجكم السيفي الهاتريك. تضرب لكم موعد جديد مع فريق جديد. إلى اللقاء.